أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أمة حكواتي. بناخذكم اليوم في رحلة مشوقة من خلال حكاية مؤثرة عن بلال الشاب الطموح اللي حابب ينجح في حياته ويثبت نفسه ويحقق أحلامه. من قصته راح نتعلم دروس قيمة ومواعظ مهمة راح تساعدنا على تحقيق أهدافنا مهما كانت التحديات اللي تواجهنا. خلونا نشوف رحلة الطموح بلال وكيف بدأت وإيش نتعلم منها. نبدأ بكان يا مكان. كان بلال جالس على سريره قبل أذان المغرب، وبين يده صندوق بلاي ستيشن قديم مستعملة كحصالة. طلع منه فلوس وجلس يعدها. فجأة جاته رسالة نصية: ما تصدق يا بلال، لو أقدر أقول لك كم عزوز طلع أمس من بسطة البطاطس. الله أكبر، الله أكبر. يلا يا بلال، أذن المغرب، تعال فك ريقك. يا الله على أجواء رمضان، ماني مستوعب كيف مشيت الأيام بسرعة. إي والله، الله يتقبل منا صيامه وقيامه. آمين يا رب. آمين يا رب. تعرفوا كيف؟ ليه فترة أجمع عشان أشتري البلاي ستيشن الجديد. أيوة اللي قلت أشتري لك وما رضيت. المهم جتني فكرة وأتوقع بقدر أشتري قبل العيد. واحد من الشباب فتح بسطة بطاطس وصار يطلع مكسب حلو. ما شاء الله، الله يبارك له. إيش فكرتك؟ قررت أفتح بسطة بليلة بما أنه رمضان حارتنا عليها زحمة والناس تحب البليلة. ممتاز، خلي طلال يساعدك، يفهم في هذه الأشياء. والله فكرة حلوة، بكلم لك الشباب اللي أعرفهم أخليهم يضبطوها لك وتكون جاهزة لبكرة، وأقدر أنا أوقف معاك وأمسك الحساب ويصير أنت تتفرغ للطلبات. ما أحتاج مساعدة، أنا أقدر أسويها بنفسي، حيكون أول بزنس لي مثلك لما كنت قدي. يلا على بركة الله نشوف. يبدأ بلال بترتيب البسطة ويزينها بالإضاءات والزخارف الرمضانية. يحط قدر البليلة بجانب الإضافات المختلفة والبهارات على الطاولة ويوقف ينتظر الزباين بحماس. يجتمع الزباين بمختلف أعمارهم قدام بسطة بلال. فرح بلال وابتدى في خدمة الزباين بسرعة كبيرة، يحاسب ويقدم الطلبات للزباين في وقت واحد وهو سعيد ومتحمس جداً. عشرة بليلة وواحد بشطة وثلاثة بدون. حط لي في شطة. فين طلبي؟ والله إني واقف من زمان. أنا واقفة من أول. خينا من قبلكم يا أخي. إيش؟ يا أخي صف واسع. استنوا. طيب بجهز لكم الطلبات. اشتدت الزحمة وتكثر الطلبات على بلال فتراكمت عليه المهام. بدأ يتوتر بلال ويغلط في الطلبات وحسابات الزباين. يا الله، ذكرني كم أعطيتني؟ يلا جاية. لو سمحت أنا طلبت اثنين بليلة. يلا والله من زمان. عندك بطاطس؟ متأخر كذا علينا. والله من زمان واقف، خلصني. أنا طلبت من زمان يا أخي. والله أنا قبل. يحاول بلال يلحق بالطلبات ومع العجلة يكب قدر البليلة على الطاولة بالخطأ. قلت لك لو رحنا بسط عزوز كان زمان خلصنا. امشي خلينا نروح مكان ثاني. ما نستنى. استنوا. والله حسوي لكم جديدة. تعالوا لا تروحوا. بعد ما عد هذا اليوم الصعب استوعب ان الموضوع ما كان سهل زي ما كان بيفكر. رجع بلال لصندوقه وحط ربح اليوم وهو محبط، وفجأة سمعت باللي صار. يلا تشمت. قلت لي لو ساعدتك كان نجحت. لو ساعدتك كان نجحت. ما تصدق على الله. ما عليه، اسمعني، لو أي أحد ساعدك كان نجحت. في أشياء لازم نتعاون فيها علشان ننجح. أنا عارف أنت قدها وتقدر تدير أشياء ثانية لحالك،
بس مو عيب إن أحد يساعدك. صدقني ما راح تقلل المساعدة من نجاحك ولا تصغر من قيمتك، صح؟ صح. وين عمر صاحبك؟ مو كل شي تسووه مع بعض؟ صدقني لو وقف معاك كان تسمع الكل يتكلم عن بليلة بلال. أنت عمره ما أحد ساعدك ومع هذا قدرت تنجح. يا حبيبي اسمعني، مين قال لك ما حد ساعدني؟ أنا لو اشتغلت لحالي ما كان نجحت. دائما خليها في بالك، يد الله مع الجماعة. يوم جديد ونقول إن شاء الله فهم بلال وتعلم من درس البارح. اجتمعت العائلة الكريمة على الإفطار. الله يتقبل مننا. ما قلت لي كيف البسطة كانت أمس؟ شيء من الآخر. ما تعرف يا أولادك ما في أحد ما تكلم عن بسطة بلال أمس. كمل جملتك وقول، من كثر ما كانت بسطة فنانة. أكيد، هو في كلام غير كذا؟ وأكيد ما بيوقف بلال، وهذه المرة راح يضبطها صح. استعان بلال بصديق. يلا بسم الله. طبعا مين يجي يشتري بعد اللي صار أمس؟ يلا يلا ساعدوني نلم الأغراض ونرجع البيت. ليش العجلة؟ استنى شوية، توا أذن العشاء، الناس توا بدأت تطلع من بيوتها. شفيك؟ ترى البزنس يبغى له صبر، إذا ما عندك توكل على الله، نخليها بسطة من بيوتها. وبعد دقائق قليلة بدأ الزباين بالاقتراب ووقفوا طابور قدام البسطة، وأخذ طلال طلبات الزباين بكل حماس، وبلال كان عليه تجهيز الطلبات، وعمر محاسبة الزباين. ومن زود الحماس طلع طلال مكبر الصوت من تحت الطاولة وردد: بليلة بلال، بليلة بلال، من يوم تاكلها ما تطلع من الباب، تعالوا جرب وما راح تندم لو تقرب. أقول لك زيدني بعد واحد. بالله عشرة بليلة، بالله عليك قبلك زيدني بعد واحد. أبغى اثنين زيادة. عشرة بليلة وواحد بشطة وثلاثة بدون. حط لي في شطة. لذيذة. والله لذيذة. والله وينك من زمان يا بلال؟ الحمد لله، الحمد لله. والله أنا مرة مبسوط. اليوم أحلى يوم بحياتي. الحمد لله. أخيراً، أخيراً. بلال، تعال السحور وحكيني إيش سويت اليوم. إيش هذا؟ ليه كنت جيت لي بلاي ستيشن؟ مو بلاي ستيشن، بس شيء بيعجبك. والله كبرنا، صار عندنا فلوس، ذا كله في ليلة واحدة. ما أبغى أقول لو ما ساعدتني كان ما نجحت، بس لو ما ساعدتني كان ما نجحت. والله فخور فيك، ولولا مجهودك كان ما نجحت. وشوية مساعدة ما تضر. لا قولتهم، متحدين نقف، متفرقين نسقط. نسقط. بعد ما تعرفنا على بلال وقصته، كلنا ممكن نتعلم منه ونطلع من القصة بدرس من دروس الحياة. ممكن بعضنا يتعلم إن الفشل هو الخطوة الأولى للنجاح، وإنه ممكن يكون البداية ومو بالضرورة يكون النهاية. من جهة ثانية ممكن بعضنا يدرك إن يد واحدة ما تصفق، وإن التعاون يجلب النجاح. وممكن شخص آخر يتعلم إن نقدر نعبر عن امتناننا لأحد من خلال الهدايا، ومو شرط نحقق رغبتنا عشان نحس بالسعادة. والأهم من هذا كله، ممكن اللي ما يعرف البليلة يجربها وتعجبه. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أتمنى تكون عجبتكم. انتظروني في الحلقة القادمة من أمة حكواتي. دمتم على خير.